بسم من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناجاه. سجد الجبين لهيبته، ركع الرافع لخشيته، دعا الداعي دعاؤه، يرجو رحمته وجنته، انه الله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صلاة وسلاما على شجرة الأصل النورانية ولمعة القمضة الربانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأعظم الصورة الجسمانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. من اندرج النبيون تحت لوائه فهو إمامهم وهو قائدهم، قائد حضرة رب العالمين، بيده لواء الشفاعة يوم الدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا علم الهدى، سيدي يا رسول الله. سألت البدر حينما بدا ليلا أن يا بدر ما هذا الجمال فتمتلي، رد علي مبتسما والنور يغمر وجهه، لو علمت أصل الجمال ذكرتني. أصل الجمال وجه الحبيب المصطفى، من نوره عرش الجمال سيعتلي، وما تراه من أنوار لنا فنحن نواب له، وإذا أسفر الوجه البهي ذهب الجميع والكل سينجلي. حينما خلق الله تبارك وتعالى جبال الدنيا نظرت إليها الملائكة متعجبة قائلة ربنا هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال خلقت الحديد فهو يهلك الجبال. هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال خلقت النار تصهر الحديد. وهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال خلقت الماء يطفئ النار. وهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال خلقت السحاب يحمل الماء. وهل من خلقك شيء أشد من السحاب؟ قال خلقت الريح ينقل السحاب. وهل من خلقك شيء أشد من ذلك كله؟ قال خلقت ابن آدم يسير في ذلك كله. وهل من خلقك شيء أشد من ابن آدم؟ قال خلقت النوم يغلب ابن آدم. وهل من خلقك شيء أشد من النوم؟ قال خلقت الهم يذهب النوم. وهل من خلقك شيء أشد من الهم؟ قال خلقت الموت يقضي على ابن آدم. قال سبحانك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نكرم خير أجناد الأرض، نكرم فرسان وزارة الدفاع المصرية، أحد فرسانها الأعلام الذين ضحوا بأرواحهم حتى تبقى مصر شامخة للأبد، وستظل مصر أبدا ودائما منارة للعلم والتاريخ، رادعة لكل الأعداء، لن ينال منها الغادرون، ولن ينال منها الكافرون، ولن ينال منها الفاجرون. من هنا ومن هذه البقعة الطيبة التي ودعت اليوم فلذة كبدها وزينة شبابها، من محافظة القيومية مصنع الرجال، وبحضور السيد معالي الوزير المحافظ السيد مدير أمن محافظة القيومية، السادة الضباط، السادة الجنود، السادة رجال القضاء، السادة عمد ومشايخ البلاد، شباب البلدان من كل
صوم وحدب جاءوا جميعا في صعيد واحد كي يقولوا كلمة واحدة: تحيا مصر أبدا ودائما. كلنا فداء للوطن. ورسالة من هنا إلى السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية السيد الزعيم عبد الفتاح السيسي: كلنا شيوخا وشبابا وشيابا، أطفالا ونساء ورجالا، نحمل السلاح، نحارب وندافع عن أرض الوطن. أيها السادة الكرام، هيا بنا كي تلتقي موجاتنا العاملة بموجات السماء العالية عبر أثير شاشات مليك مقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يا مصر قومي واسمعي القرآن، ليلة تكريم شهيدنا تزلزل الوجدان. يا مصر قومي واسمعي القرآن، النقيب محمد عبد الخالق في جنة الخلد الآن. وكأن جبريل من فوق السماوات العلى ينادي: هيا بسماع القرآن جددوا الإيمان. أدعو قارئ رئاسة جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أجر العاملين
نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس فأنى يؤفكون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كل نفس ذائقة الموت يا عبادي الذين يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت
نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي وهو السميع العليم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم نعم أجر العاملين الذين صبروا. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم وكأين من دابة لا تحمل رزق الله يا
وهو السميع العليم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي وهو السميع العليم. وكأي صدق الله العظيم. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر فأنى يوفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر
فأنى يوفقون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء ولئن سألتهم من نزل من السماء قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء ولئن سألتهم من نزل من السماء
قل الحمد لله قل الحمد لله ولئن سألتهم من نزل من السماء قل الحمد لله بل أكثرهم لا يؤمنون وما وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويرى
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن الله ممن افترى على الله كذباً أو كذباً بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى سيغلبون في بضع سنين
لله لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله وعد لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ألف لام ميم غلبت صدق الله العظيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ألف الناس لا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض عليم خبير يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة
الدنيا ولا يغرن بالله إن الله عنده وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن وينزل الغيث إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله صدق الله العظيم. حقا هي خمس أشياء اختزنها الحق في علم الغيب عنده لا يجليها لخلقه ولا لنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ها
هكذا أيها الإخوة المؤمنون اختتمت هذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة العطرة لقارئ رئاسة جمهورية مصر العربية، قارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، قارئ مسجد المشير طنطاوي بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ صاحب الجامعة القرآنية الفريدة التي تقلد ولا تقلد، الشيخ حجاج رمضان الهنداوي. هذا المقام القرآني الكبير الذي نشارك فيه الحج عبد الخالق عطوة، شارك فيه فضيلة الشيخ ربيع عطوة، شارك فيه آل عطوة وآل جندية الأكرمين، وشارك رجال محافظة القليوبية جميعا وخاصة القوات المسلحة المصرية. ليلة العرس وزفاف أحد شبانها وفرسانها الأعلام السيد النقيب محمد عبد الخالق عطوة عريسا في الجنة بإذن الله. نسأل الله جل وعلا أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله أن يجعل هذه الليلة في قبره خير ليالي، وهذه الساعة خير ساعاته. نسألك ربنا أن تيمن كتابه، وأن تيسر حسابه، وأن ترفع درجاته في المهديين يا أرحم الراحمين يا الله. باسم شباب قرية الإصلاح، قرية سوارس، القرى المجاورة جميعا، أتقدم إلى كل من وفد لهذا المقام القرآني الكبير بوافر من الشكر والتقدير، عملا بقول البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شاكرا للقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وخارجها، وإلى قيادات وزارة الدفاع المصرية، وإلى قيادات وزارة الداخلية ووزارة العدل، وإلى كل هيئات ومؤسسات الدولة الذين وفدوا لهذا المقام القرآني حبا في الوطن، ترحما على أغلى الرجال وأعلاها. نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة إلى جوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شاكرا إليكم جميعا من داخل قصور الضيافة المتنقلة بالإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية، الحج عربي النجار وأبناؤه، المتر أيمن العقدة للأعمال الضيافية، المهندس أحمد الجعبري للقنوات الفضائية. أيها الإخوة المؤمنون، باسم آل عطوة وآل جندية وآل هذا البلد الطيب أهله، شكر الله سعيكم جميعا.